كاليميرا جورج. نعم. عايز ايه؟ ايه يا اخي؟ جاي ارد لك الزياره. مش هتقولي اتفضل؟ اياك تكون عقلت وعقلت ابنك. لا 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 لا. انا يوسف ابني عاقل جدا جدا جدا. لا دوت كده. انا بقى ممكن اكون مجنون شويه. بس ساعات الجنون مع بعض الناس وفي بعض الاوقات بيبقى مفيد جدا جدا جدا. ما اظنش ان انت جاي هنا علشان توصف لي نفسك. اكيد في حاجه مهمه جابتك. ممكن اعرف سبب الزياره السعيده دي ايه؟ والله يا جورج انا جاي اعاتبك. تعاتبني على ايه؟ بقى يا راجل يا راجل ما تكلفش خاطرك وتسأل عني بسماعة التليفون في المصيبة اللي أنا فيها. مركبي الوحيدة اليتيمة اللي عندي تغرق. ما تسألش عني في الكارثة دي. عارف إنك كنت مسافر بس برضو أكيد في حد يعني بلغك. وصلت إمتى الحكاية دي؟ أنا لسه راجع إمبارح. ألف حمد لله على السلامة يا جورج. ألف ألف حمد لله على السلامة. هي حصلت من أسبوع وأنت مسافر في باريس. المطلوب؟ المطلوب أنت عارفه. بعينك. إيه اللي بعينك ورجلك؟ يا راجل عيب قلة الأدب دي. أنا في مكتبك يا أخي. هجوم السماء أقرب لك. إنك تاخد دولار واحد من قيمة التأمين. تلاتة مليون دولار يا جورج. ويبقوا عندي في موعد أقصاه لا يتعدى شهر واحد من دلوقتي. أحلم زي ما أنت عايز. لا يا حبيبي ده مش حالي. دي الحقيقة اللي هتحصل. هتهمك إنك غرقت المركب بفعل فاعل. البس بدلة غطس. البس بدلة غطس وانزل ورا المركب في قاع البحر واثبت صحة كلامك ده. امشي طبعا. هطلع بس بالتلاتة مليون دولار يا ابو نسا. تلم المدعوس على قلب الرجا. ايه اللي جاب الراجل ده؟ انت عرفت ان المركب بتاعته غريت؟ ايوه في الستين ده. هي هو وهي يا اكرم. ما قلتليش. اولا انت كنت مسافر. ثانيا مراتي جت من مصر واتخانقت معاها وطلقتها ورجعت تاني. ثالثا ايه أهمية إن مركب محمود تغرق؟ أهمية إنه غرق مركب ومتين ألف دولار علشان ياخد قيمة التأمين أبو تلاتة مليون دولار مني أنا. هو أنت اللي أنا اللي حفرت الحفرة وأنا اللي وقعت فيها. اللعيبة يا محمود. طب وهتعمل ايه؟ مش عارف. لا لازم تعرف. 3 مليون في ايد محمود النهارده بعد سنتين او اقل ممكن يبقوا 30. يعني ممكن يشتري الكرسي اللي انت قاعد عليه دلوقتي. اسألني انا.